أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول أحد المدرسين في الجامعة إن الله سبحانه قد خلق القلم وقال له اكتب، فهذا يعني أن القلم يعلم ما في اللوح المحفوظ، أي أنه يعلم الغيب، وبالتالي فهناك بعض المخلوقات تعلم الغيب، وقد ينكشف لبعض الناس بعض الغيبيات كما يحصل عند بعض الصوفية من الكواشف، فهذه يكون بعضها صحيحا، فما صحة هذا القول؟ أرجو أن لا يكون هذا المدرس موجودا في مدارسنا وفي المملكة، فإن كان موجودا فلا بد أن يكتب عنه تقرير بهذا الكلام، أما إن كان في مدارس أخرى وفي الخارج فحسابه على الله، هذا يخبط في كلام الله ويقول على الله بغير علم. القلم لو كان يعلم ما سأل الله قال وما أكتب، لما قال الله له اكتب قال ما أكتب، ولو كان يعلم ما سأل الله عز وجل، ولا هناك مخلوق يعلم إلا بتعليم الله. الغيب لله، ولا أحد يعلم الغيب إلا من أطلعه الله على شيء منه، فهذا من اللخبطة والعياذ بالله، والقول على الله بغير علم. وهذا يقصد منه التوصل إلى أن الأولياء والصالحين وأرباب الطرق الصوفية يعلمون الغيب، هذا قصدك والعياذ بالله. نعم.